السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوتي تبارك الله عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كنشكروا الاخوان ديالنا اللي كيصاوبوا لنا لي كومونتير زوينه، تبارك الله عليكم. وكنشكروا الاخوان ديالنا من الجزائر، السي حفيظ والناس ديال الجزائر، تبارك الله عليكم. شكرا وتحيه للامه الاسلاميه في كل انحاء العالم. الاخوه اليوم جيناكم بواحد الشرح اللي كيطلبوا لي بزاف ديال الاخوان، كيفاش يشرك جوج ديال الطبالي مع بعضياتهم. اليوم يكون واحد الشرح اللي مهم بزاف الاخوان، وخليكم معايا حتى الاخر باش تستافدوا ويستافد الجميع. بالنسبه لهذا الفيديو طلبوا لنا الاخ البشير، تبارك الله عليك السيد بشير، وتحيه للاخوان كاملين، تبارك الله عليكم وشكرا بزاف على الدعم ديالكم للقناه ديالي. المهم الاخوان، بالنسبه لهذه مثلا عندي الطابله فيها 8 ديال الميكروات، هذه فيها 5، بامكاني نعمل مثلا هذه 8 وهذه حتى فيها 8 تعطيني 16. انا المهم عملت الطابله صغيره، وهي اي طابله يمكن لك تشركها، يعني ديال 8 ديال 8 او 16 مع 16 او ديال 8 مع ديال 8، مهم اي طابله كتخدم. هاد العمليه هذه كتطبق على جميع انواع ديال لي طابل ديال الميكساج. المهم الاخوان، انا غنبدا نشرح لكم، شاهدوا معايا مزيان هادشي بالتدقيق، الله يجازيكم بخير، باش تعرفوا كيفاش تشركوا جوج ديال الطبالي ويخرج لكم الصوت يعني ديال هاد الطابله وهاد الطابله. هادو جوج طبالي اومبليفي الاخوان، بجوج بهم فيهم اللومبليات، والصوت ديال الميكروات يتسمع هنا وديال الغناء يتسمع هنا، والصوت ديال الميكروات عاوتاني يتسمع في هاد الباف وديال الغناء في هاد الباف. يعني دابا انا داير لكم باف هنا وداير باف هنا، بامكانك تعمل جوج هنا وتعمل جوج هنا. المهم انا دابا كنجرب في الكراج، درت غير باف باف. المهم الاخوان، بالنسبه للصوتيات كيف ما كتسمع الاخوان، يعني هاد الطابله هادي ها هي فيها الايقاع، هو هذا الايقاع الاخوان باش تسمعوا. كما كتشاهدوا الاخوان، الايقاع عندي في الطابله هذه، وهاد الطابله هذه فيها الميكروات. مثلا دابا الطابله هذه نعمل فيها انا غير الايقاعات، مثلا نعمل الاورغانو، نعمل الكوامانجي، نعمل مثلا البادور، او نعمل الدرابكين، نعمل المهم ايقاعات نعملهم في الطابله. وهاد الطابله هذه نعمل فيها المغنيين. مثلا دابا الايقاع هو عندي في الطابله وانت كتسمعوا، يعني نورمالمون كيف ما كتسمع. شوفوا الاخوان، انا نزول هذا، كتشاهدوا الاخوان، قلنا الاخوان بالنسبه لهاد السبيكونه ديال هاد الباف، ها هي زولناها كيف ما كتشاهدوا، كتشاهدوا يعني الصوت ما خارج، الصوت خارج غير من هاد الطابله. بالنسبه للاخوان، دابا الطابله هي اللي عندي فيها الميكرو، اللي فيها دابا الباف هي الطابله هذه. شاهدوا الاخوان، ها بالنسبه للاخوان، الطابله هذه هي ما فيها حتى شي باف، والصوت خارج في هذه. ها هانتوما الاخوان، كتشاهدوا، انا غندير هذا، لاحظوا الاخوان، ها دابا هنايا خدامين جوج بيهم. انا غنوريكم الاخوان الطريقه كيفاش يمكن تشرك الصوت يولي يخرج من هنا ويعطيني هذه، والصوت عاوتاني يخرج من هذه ويعطيني هذه. الصوت يعني كيولي خارج من طابله غادي لطابله، والاخرى عاود كتعطي الاخرى. شاهدوا معايا الفيديو الاخوان حتى الاخر، وانا غنشرح لكم مزيان بالتفاصيل كيفاش يمكن لك تشرك جوج ديال الطبالي الاخوان بطريقه سهله وبسيطه. هانتوما الاخوان كيف ما كتشاهدوا، عندي باف هنا وعندي باف هنا،
يمكن نعمل جوج هنا ونعمل جوج البيفان هنا. وإذا كانت الطابله ماشي اومبليفي حتى هي خدامه، ولكن الصوت فقط غيكون كيخرج لك غير من واحد الطابله. هانتوما الاخوان شوف العمليه الاولانيه، اللي هي هذه. انا غنزول هاد السلوكه كاملين باش غنشرح لكم من الصفر القضيه كامله. الاخوان كتخدم بهاد الارسيات بحال هاد الشكل اللي كيجيو بويض وحمر، كتجيب جوج بحال هاد الشكل هذا، جوج بحال هاد الشكل هادو، وجوج اخرين عاوتاني حتى هما يكونوا عاود بيض وحمر او كحل وحمر ماشي مشكل. هانتوما الاخوان شوف كتجي من هاد البلاصه اللي فيها الريكورد. الريكورد يعني دائما كتكون الاوت كتخرج، يعني شنو هو الريكورد؟ يعني الريس، يعني الريكورد هو التسجيل. هاد البلاصه اللي كتكون ديال التسجيل الاخوان كتكون كتخرج الصوت باش كتدي مثلا البي سي تسجل مثلا الاوركسترا او مثلا هذيك، راه كتكون اوت كتخرج وكتخرج الصوت مزيان. كتجي الاخوان كتعمل فيها واحد احمر واحد بيض او كحل ماشي مشكل كولور، وكتجي الاخوه للطابله الاخرى، كتجي للطابله الاخرى وكتمشي للطاب، كتمشي للطاب لهذا الطاب. هذه كتكون الانبوت يعني كتدخل. هذه يمكن لك تخدم بها التليفون، الموسيقى من التليفون، او تخدم بها الموسيقى من البي سي، يعني هذه كتدخل، للطاب الميكساج. كنديروا عاود واحد في الحمر وواحد في البيض، واحد في الحمر وواحد في البيض بهذا الشكل. دابا هنا الاخوان دابا الصوت خرج من هنا الاخوان، الصوت خرج ودخل للطب هنا. شوف لاحظوا معايا، انا غنزيد في الفوليوم ديالي ديال الموسيقى، انا غنجي الاخوان نطلع السوارز ديال الماستر ديال هادي، وغنجي هنا الاخوان الفوليوم ديال الطب، ها هو فين هو، وانا غنطلعها. واش شاهدتو مزيان؟ شوف دابا انا عندي الموسيقى اللي هي هادي، ها الموسيقى داير الموسيقى في هاد الطابله هادي، والموسيقى خرجت ودخلت لهاد الطابله هادي. دابا هاد الطابله هادي هي اللي داير فيها الباف. هذا الاخوان ها هو مزول، ها هانتوما. دابا هنايا ما عندنا حتى شي سبيكونه، كتشاهدوها ها هي فين هي سبيكونه، الصوت خارج غير مع الطابلة هادي هاي. ها كتشاهدوا الاخوان ها الفوليوم ديالو ديال الطاب. هادو دائما خليهم، في النورمال في الوسط. هذا ديال التويتر ها، وهذا ديال الباص. خليهم في النورمال الاخوان، خليهم في النورمال في الوسط. علاش تخليهم في النورمال؟ باش تجيو الاخوان مي تبغيو تريقلو الباص ولا تريقلوه، ريقلوه من البلاصه اللي خارج منها. مثلا دابا عندي انا الباص هنا، انا نتحكم في هادو ديال الباص مثلا في حاله الشكل هذا. لاحظتوا الاخوان دابا هنا الاخوان غنعمل هاد الباف هذا، ها هو دابا الاخوان في هاد الحاله هنايا ها هو خدم لي الباف الثاني، خدم لي الباف الثاني، ولاني فين كاين الاشكال الاخوان؟ دابا الاخوان انا عملت باف هنا وعملت باف هنا، ياك مثلا الا هضرت في الميكروفون في هاد الطابله هادي ا دو دو ا سي دو ا، واش لاحظتوا شي حاجه؟ شوف الاخوان دابا هنا في هاد الحاله هادي انا كنهضر في الميكروفون، كيتسمع الميكروفون غير في هادي، هادي
كتسمع فيها غير الايقاع في هذا الباف هذا. هذا الباف هذا كتسمع فيه غير الميكروفون، وهذا الباف هذا كتسمع فيه غير الايقاع. لان علاش؟ حيت دابا انا مخرج الصوت ومدخلو لهاد الطابله هذه، وهاد الطابله هذه راه ما عندهاش عاوتاني باش كتخرج هي وترجع للاخرى. يعني دابا الصوت عندي خارج من طابله وعاطين طابله، واحد الطابله كتسمع فيها الميكرو واحد الطابله كتسمع فيها الايقاع. يعني هاد الطابله هذه اذا هضرت في الميكروفون فهاد الطابله ما غيتسمعش في لي باف كاملين، غيتسمع فقط غير في البيفان اللي مبرونشين في هذه، والايقاع كيتسمع هنا وكيتسمع في هذا الباف، كيتسمع في هذا الباف، كيتسمع في هذا الباف، حيت هذا الباف هذا هو اللي مخرج الاخوان، هذه مخرجه. يعني هذا السلك هذا ما كيرجعش، هي كيخرج. دابا في هذه الحاله هذه بغيت انا عاود نرجع الصوت هذه باش يولي يتسمع لي الميكروات هنا ويتسمع هنا. شنو غنعمل دابا الاخوان هنا؟ شوف، غنجيب جوج سلوكه اخرين، جوج كابليات اخرين للاخوان، وغنمشي نريكورد عاود الريكورد ديال هاد الطابله هادي، وغنعمل فيها واحد هنا وغنعمل واحد هنا، وغنمشي للاخوان الطابله الاخرى وغنقلب على الطاب ديالها. فينا هو الطاب ديالها؟ هو هذا، هذا هو الطاب، ها هو هذا الاحمر هذا وهذا الابيض هما الطاب. يعني الانبوت، ها هي الانبوت ستيريو، يعني كتدخل ماشي الاوت، الان يعني الاوت هي هذا الريكورد، هذه هذا الريكورد اللي عملت فيها دابا هي هذيك، هذه الان، هذه الان، الان يعني السيرو ديالها ها هو مكتوب فيه ام بي 3، كتلاحظوا الاخوان يعني ام بي 3 او الطاب كيجيو يعني بحال بحال. دابا هنا الاخوان عنجي يعني هاد الصورتي هادي راه هي كتخدم بي سي او تخدم بها التليفون او نفس الشكل ديال الطابله الاخرى. كنجيب الاخوان ديك جوج سلوكه ديالي، عاود واحد احمر وواحد ابيض، كندير واحد عاود هنا وكندير الاخر هنا. دابا في هاد العمليه الاخوان شنو درت؟ درت هاد الطابله هادي كتخرج كتعطين هادي اللي هما هادو، وهاد الطابله عاود هادي كتخرج الصوت كيرجع هنايا. دابا الاخوان دابا الميكروات غيوليو يتسمعوا لنا في جوج ديال البيفان، في جوج ديال الطبالي، خارجين من جوج ديال اللومبليات. يعني شوف، لاحظوا معايا، دابا انا غنطلق الايقاع، ها دابا الايقاع كيتسمع في جوج، دابا الايقاع كيتسمع في جوج، هانتوما شاهدوا معايا. شوف هذا هو اللي بقى خدام، هذا ديال هادي هو اللي خدام، هذا هو الساكت، هذا الساكت الاخوان، هو هذا، هو هذا، وفين هو؟ انا نخدمو لكم، اسمع لاحظتو. قلنا الاخوان دابا بالنسبه للصوت، دابا هاد الطابله هادي كتخرج كتعطين هادي، وهادي كتعطين هادي. يعني هادي الاوت ديالها هي الريكورد، كتعطي الطاب ديال هادي، وهادي الطاب ديالها عاوتاني كتعطينا الريكورد ديال هادي. فهاد الحاله الاخوان هانتوما شاهدوا، شوف يا د د سي، لاحظتوا دابا خارج الصوت في جوج ديال بيفان. الفوليوم ديال الاخوان اللي هو هذا، دابا الاخوان شوف، لاحظوا، شوف شاهدوا معايا، الميكروفون هو هذا، د د د الفوليوم ديالو هو هذا، د د د ا سي. دابا الاخوان مثلا هاد الطابله هادي بغيت نزيد في الفوليوم ديالها، اللي هاد اللينيا هادي هي الام بي 3، هي فين هي الاخوان اللينيا ديالها هي هادي، تبعوها معايا نيشان، هي هادي، هاي دو ا سي، ها
نحطوا الاخوان ها السينيال ديال الميكرو طالع هنا والسينيال ديال الميكرو طالع هنا ها شوفها شوف السينيال واش لاحظتوا الاخوان الميكرو خارج في جوج وبالنسبه للايقاع كذلك هو مثال انا زول الايقاع من هنا من الطابله لاحظتوا ها لاحظتوا الاخوان يعني هذه هي طريقه كيفاش يمكن لك تخدم جوج ديال الجهات. دابا الاخوان لاحظتوا وشفتوا وفهمتوا الفكره يعني الريكورد كتمشي عند الطاب والطاب عاوز كترجع عند الريكورد ديال هذه. هذه الطريقه الاخوان باش يمكن لك تخدم جوج ديال الطبالي. ولا عملتي كابلي واحد غتولي واحد الجهه كتخرج لك الميكروواز وحده لا كتخرج غير ايقاعات. بالحق الا قلبتوا الخيوط مثلا من الريكورد نطاب ومن الطاب عاود الريكورد كيولي اللي كيتسمع في هذه كيتسمع في هذه. تعمل جوج ديال البيفان هنا وتعمل جوج ديال البيفان هنا. وبالنسبه لهاد العمليه الاخوان ردوا منا البال صعيبه بزاف في الخدمه لان حيت علاش تقدر ما تردش بال يتحرقوا لك البيفان. خصك تريقل لي فوليم ودائما الاخوان ما تخليوش الطابله يطلع السينيال فيها بزاف ضو حمار بزاف يعني بيفل يطلع لك حتى من الراس ديال الطابله حتى الصوت كيولي يعني بحال نقولوا حنا الموجه الصوتيه دائما كتكون بحال اللي كتشوف ديك في ديك التلفازه اللي كتكون مثلا ديال الطبيب الصوت كامل تيت 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 يعني الصوت الدبدبه الصوتيه دائما ملي كتكون مرتاحه كيكون السينيال كيمشي. اما السينيال ميك يعني ملي كيكون كيضرب كيكون مرتاح ملي كيضرب حتى من الراس حتى ديك الحموريه وكيبقى يعني الصوت مساتيري تما الفوق يعني حتى الصوت كيتربع لك كيولي الصوت مربع. الصوت كتوقف حدا البيفان ما كتفرز والو ما كتعرف غناء ما كتعرف موسيقى ما كتعرف المهم هي التخارشيش والصدوعات وما كاين حتى شي كاليتي ديال الصوت. فهمتوا الاخوان دائما خليو الطبالي يكونوا مرتاحين. بغيتوا تزيدوا الاخوان في الفوليم يكون عندكم صداع زيدوا في اللومبليات وزيدوا في البيفان يعني مثلا خصكم تخدموا على حسب القاعه شحال فيها من مترو. مثلا القاعه ديال 100 مترو مثلا غندير فيها انا مثلا 4 ديال البيفان عندي 150 مترو نعمل 6 وشامسو كيفاش باش دائما الصوت كيكون مرتاح. لان حيت علاش دابا انا مثلا قدامي هذا الباف هنا وكاينه غنزيد عليه شويه جبر كاينه باف رافينا عاوتاني تزيد عليه شويه جبر باف رافينا غنعطي شوف غير النص ديال الصوت. انا هذا الباف حدايا كنسمع مزيان هذاك السيد اللي جالسين تما ديك المجموعه اللي جالسين تما هو فوق منهم باف فوق الراس ديالهم يعني الصوت غير شويه راه كيسمعوا مزيان. والاخرين اللي في القاعه عاود كذلك حتى هما قدامهم باف شويه ديال الصوت كيسمعوا صوت مزيان صافي وصوت مزيان. مثلا انا خدام الاخوان غير بهاد جوج البيفان هادو وكاين الناس لتحت في القاعه يعني الناس ما كيوصلهمش الصوت خصني نضطر نعطي هادو بزاف باش يوصل الصوت لتحت. اذا في الحاله هادي ملي كنعطي بزاف من هادو الصوت هنا كيتساتيرا كيطلع طوبي مرات ما كيبقاوش يطلع كاليتي يعني بيفان كتخاطر بهم يقدروا يتحرقوا لك. وفي نفس الوقت يعني الصوت ما كيتسمعش مزيان كيتخرشش لك. وعاد زياده على هذه يعني بالنسبه للناس اللي تحت راهم ما كيسمعوش داكشي كما ينبغي. الحق ملي كيكون عندك مثلا هنا بيفان ورا فينا بيفان ولتحت كاينه بيفان كتعطي غير نص الصوت يعني بيفان كيتحامى وهذا كيسمع شويه الاخر كيسمع شويه الاخر كيسمع شويه. وعاوز هاد الجهه هادي كاينه ثلاثه اخرين عاوت هنا كيسمعوا الصوت كيدور في القاعه كامله غير نص الصوت وصوت كاليتي مزيان الاخوان ومسموع مزيان والماتريال ديالك مرتاح. واش فهمتوا الاخوان واخا كتخسر الفلوس ما كتزيدش مره اخرى تعاود تزيد تخسر الفلوس لان حيت كتخسرها غير واحد المره وكترتاح. الماتريال ديالك دائما غير نص الصوت هو مرتاح
مي كيكون عندك واحد الماتريال اللي هو قليل دائما كخصك يعني باش ترضي الناس كتعطيهم اكثر من الطاقه ديالهم، فلهذا كتحرقهم. وكل ما انت كتعطيهم في الجهد هما كينزلوا عليك يعني بالخساره، يعني كل مره خصك تبقى تخسر على داك البيفان، كتولي كتخسر اكثر من ديك اللي كتشري مثلا باش تشري به بيفان اخرين. واش فهمتوا الاخوان؟ دائما حاول ما امكن لا تخدم باربعه ديال البيفان، خدم بسته، ولا تخدم بسته وقاعه كبيره بزاف خدم بثمانيه، وعمل الصوت مزيان ومرتاح. وكنوصيكم دائما الاخوان لا بغيتوا تخدموا ويكون عندكم احسن صوت خصهم يكونوا عندكم لي سيب لي كيت باس. لي كيت باس ما يمكنش هذا تخرج منه الباس وتخرج منه الميديوم وتخرج منه التويتر، يعني راه فهمتي باف كتهلكوه ليك مسكين. مي كتكون عندك لي كيت باس يعني باس كيضرب من التحت، هادو غير كتفتح لهم غير كتنسم عليهم كيعطيوك واحد النغمه واعر صوت مرتاح. وداك لي كيت باس هما اللي كياكلوا العصا. المهم ماشي نقول لك انا كياكلوا العصا، راه اصلا مديورين داك الشيء هذاك فهمتي، يعني هما اللي يعني مقاعدين لك القاعه مزيان، يعني معاطين الدقه كتسمع الدقه راسي الدقه كتسمع عامره مزيان. ولا زولتي ديك الفيسان وخليتي غير ساطيل تخلع مره تقول اه الصوت كيفاش داير كيفاش، يعني ديك لي باص هما اللي كانوا مطلعين لك ديك النوع ديال ديك الصوت هذاك. يعني الباص الاخوان راه هو اهم حاجه في الخدمه، هما اللي كيتباص. يعني كنصح الاخوان عندك الطابل ديال الميكساج بحال هيدا زيد واحد البركه، خد لومبلي وعمل له جوج ديال اللي كيتباص ديالو. بالنسبه لومبلي اما يكون فيه فلتر او عمل له فلتر وعمل جوج ديال اللي كيتباص. شتي راه واخا تخدم ب 10 ديال البيفان ما غاداش يطلع لك الصوت، لا ما عندكش اللي كيتباص. اللي كيتباص هما احسن حاجه اللي كيمكن كيعملوا لك واحد النوع واحد الصوت اللي عجيب. بالنسبه للاخوان انا شرحت لكم الضوء ما تخليوهاش يطلع بزاف في الطابله، ولا كنت غتخدم جوج البيفان خدم باربعه، ولا كنت غتخدم باربعه خدم بسته، على حسب المساحه. كل ما كانوا لي باف قراب للناس يعني واحد هنا واحد رافه واحد رافه، كيكونوا ديك الناس كيسمعوا صوت مزيان وكيكون انت الماتريال ديالك مرتاح. المهم الاخوان كان هذا هو الشرح ديالنا، واللي ما فهمش شي حاجه الاخوان يخليها لنا في لي كومونتير في التعاليق، ولا يتواصل معايا في الواتساب نشرح له اكثر واكثر. وتبارك الله عليكم، كنشكروا الاخوان كاملين والفيديو المقبل ان شاء الله. وكنشكروا الاخوان ديالنا المغاربه والناس ديال الصحراء، وكنشكروا الناس ديال الجزائر اللي كيشاركوا معايا في لي كومونتير. تبارك الله عليكم اخوتي، وكنشكروا جميع الامه الاسلاميه تبارك الله عليكم. كانت هذه الحلقه ديالنا ديال اليوم، شكرا.